صحيح يا ناس، ما يجيب هالرجال. جميلة بنت جميلة، قومي فزي. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير. بقول لك ايه، عايزك تجهزي الحمام، عايز اتسبح. هذا يا رجلي. اعملي لك ممال. بقول لك ايه كمان، عايز اطلع من الحمام الاقيك بحضرالي صحن بيض مقلي قد كده ويكون سخن ومهوج. حطي 30 40 بيضه، البيض اللي تلاقيه قدامك حطيه. حاضر، بس الاول هودي الغيار في حمام. وخد بالك من الجرح، لا يتبل، ده لسه ما طابش واحنا ما صدقنا. جرح ايه؟ حمام ما يحاولش في جروح. السلام عليك منا حبيبي وصاحبي. أيوة، ازيك؟ وحدك ولا حد معاكي؟ لا مستنيك. ما حدش معايا، انت فين؟ القطر على طول مسافر. وطبعا مش هقدر أسألك مسافر فين وجاي منين. خلاص يا نورهان، بقيتي سفري وترحالي، اليوم بقيت ليكي وحدك. اليوم بس؟ صدقيني لو قلت لك اني قبل ما اعرفك كنت عيل تايه ماشي في طريق ضلمه حوالي وحوش من كل شكل وكل لون. نفسي اعرف بتجيب الكلام الحلو ده منين. تصدقيني يا نورهان لو قلت لك انا نفسي ما اعرفش، لما بكلمك بحس ان حد تاني، حد معرفوش. ما تعرفوش ازاي؟ بالعكس، انت جواك طفل صغير وجميل وبريء وطيب. ايوه كده، سمعيني الكلام اللي عمري ما سمعته في حياتي. انت تستاهل كل خير يا منى. الله، اسمي طالع من خشمك زي العسل. أول مرة أحب اسمي. بذمتك حد يسمي ولده مناع؟ بدل ما عجبني يبقى أحلى اسم في العالم. خلاص، أنا هقفل التلفون على كده وبكرة أكون عندكم أحدد معاد الليلة الكبيرة. تصبح على خير يا مناع. وأنت من أهله يا روح مناع، يا قلب مناع. ما شاء الله يا ما شاء الله، المية زينة قوي مش عادمة، طعمها مسكر. الخوف أحسن المية اللي تحت الأرض تخلص. لا، المهندس اللي ركب المكنة طمنا واتفق مع المهندس عمر، وعمر حيعرف كيف يدور المكنة. لا مؤاخذة يا كبير، أنا الجدع اللي اسمه عمر في الأرض دي، ولازم ترد الاعتباري وتمشيه من الأرض حالا. عمل لك إيه ولد الفرطوس ده؟ هني وشتمني، ولولا إنه ضيفنا وصاحب مناع أنا كنت قتلته. جريات، هو القتل بالساهل كان عامل لك ايه؟ انت حتى راجل طيب، انت لسه بتسأل وبتدافع عنه كمان؟ انا هروح اقطع لك خبره. وقف يا مغوري، وقف، انا هريحك. ريحني كيف؟ شايفك ساكت، ولد الكبير بيتهان قدامك. ولدك جاه اشتكى لنا مش لحد تاني. يبقى خلاص ريحني ومشيه، والا هاخد عياله وهملكم وما ليش صالح بارضكم دي. عايز تخلع يدك من يدي يا ولد عمي؟ لما الكبير يبقى لعبه بجد ولد صغير مش همشي وراه بلعبه زيه. اختشى يا مغاور، انت بتكلم الكبير. هي دي الحقيقه يا ناجي، حسن ملافظه. هي دي الحقيقه، كلنا لعبه بجد مناع بنتيع عمره بس، كله ملناش لازمه. وتنكر ان مناع هو اللي بيدبر حالنا؟ لولا ما كناش نعرف نزرع الحشيش ولا نبيعه. عشان انت اللي ركبته على نفسنا واحنا طوعناه عشان خاطرك، لكن لما توصل يعني انه يتحكم فينا ونبطلوا زراعه الحشيش اللي معيشنا بنعيم هنقول له لا، مش هنشتغل عندك انفار. وبقول لك ايه، بقول لك يا مناع، انا زي ابوك ومش همشي وراك. امال هتمشي ورا مين يا مغاوري؟
حد قال لك عليا صغير ومش عارف مصالحي؟ يبقى خلاص انت نويت تخلي في الكبير وتزرع حشيش. شوفوا هاخد نصيبي في ارض العين وازرعها كيف ما انا هزرعها حشيش. ماشي وخليك انت ورا مناع وادي دقني ادي دقني وفلحته. لو مشيت انا غوري تبقى مش مننا واللي حيمشي معاك راخر ملناش صالح بيه. همشي يا كبير وريني هتعمل كبير على مين وخلي والدك ينفعك. كلهم هيجروا وراي. يلا يا واد صاليك يا بدوي صاليك يا واد عمي. ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نورهان، عشان كده صفيت كل اعمال اللي ممكن تخلينا سافر وابعد عنيها. لو مشاريع مهمة تبقى خسارة. هي مهمة وانا زعلان عليها، لكن راحة البال عندي اهم. عين العقل يا مناع يا ابني. لو قدرت ترجع مشاريعك رجعها، وانا مش هزعل لو اتشغلت عني المستقبل. كانك ما عرفاش انك مشروع عمري اللي جاي يا نورهان. ربنا يخليك لي يا رب. انا تحت امرك في كل اللي تطلبه يا توفيق بيه، مش عايزين نضيع وقت. الحقيقة انا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة. الخطوبة خداعة وطول الخيط بيضيع الابر يا توفيق بيه، والعريس والعروسة والاهالي كمان بيظهروا على غير حقيقتهم، والكارثة بتكون اكبر بعد الجواز. ايوه بس في احيان كتير الحقائق بتكشف قبل الجواز. صح، والجواز بيتم برضه، بس بعد كل عيلة ما تكشف عيوبها قدام العيلة التانية، ووقتها الكل بيضحي. الله، طب ما نضحوا من دلوقتي ونتوكل على الله. واديني قدامك اها، خد الضمانات اللي تريح. لا يا ابني، انا عارف انك مليونير، لكن الفلوس عمرها ما كانت ضمان. انا الدين والاخلاق هم الضمان الوحيد بالنسبة لي. يبقى نتفقوا ونرمي الحمول على الله. شفت يا بوي؟ شفت صحبة المناعة نفعت كيف؟ عرفت منه كل حاجة، عرفت منه كيف يخزن التقاوي عشان ما تفسدش. شوف يا همام يا ولدي، الفرصة جاتك عشان تاخد مكان مناع صاحبك، وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل يسمع كلامك. قدها وقدود يا بوي، انا مش ناقصني حاجة، وكيف مكان بيعمل مناع انا هعمل واكتر كمان. علشان تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه، حجر صوان على الأغراب، عجينة طرية على أبوه وعمه. فاهمك أبوي، وعمري ما أخيب ظنك. يوم المنى يا ولدي، لما أشوفك راجل ذهب كل رجالة. يوم المنى.